تشعر فيما يختاره الشيخ مصطفى اسماعيل من آيات القرآن الكريم ويرتلها تدخل الطمأنينة إلى قلبك. مش هتلاقي واحد يجتذب جمهور السميعة بمختلف ثقافاتهم وتعليمهم من رجل الشارع البسيط العادي إلى الناس كبار الرجال المثقفين كالشيخ مصطفى اسماعيل. نزل صالح عبد الحي بيجري في قلب الصوان وقال له منك لله يا راجل، انت سبتنا ايه؟ ايه اللي انت سبتهن من الفن علشان نقراه؟ مصطفى اسماعيل أداة أراد الله من خلالها أن يحببنا بالقرآن. قصر الملك من قصر الفاروق الحبيب، قصر رأس التين العامر. نتحدث إليكم أيها السادة كعادتنا في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، نذيع عليكم جانبا من السهرة التي تقام في القصر العامر إكراما لشهر الصيام. يبدأ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة ما تيسر من آية الذكر الحكيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. أنا قابلت الشيخ مصطفى اسماعيل، قعدت مع كذا مرة. تأثير شيخ مصطفى كان من أكبر تأثير من القراء اللي أنا قابلتهم، ده كان واضح. في نفس الوقت أكثر تأثير بالنسبة للفن. والذين يقولون ربنا رد فعل المستمعين كان زي رد فعل جمهور في ماتش فوتبول، وتسمع يا بلبل النيل يا كذا. هذه الله اللي كانت تخرج والتعليقات كانت ترفع كل شوية، ترفع وترفع الجمهور معه. الإنجلاء والفتح الرباني زي ما بنقول بيجي مع الجمهور مستلهما هو الانتقالات والتعبير الأجود منه من الجمهور اللي هو قاعد قصته. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لما جه يسجل للإذاعة قال لهم لا، هاتوا لي حد يقعد وانا اعرف اقول. بيقول لك القرآن انزل للناس وانا عاوز اقرا مع الناس، ما تاخدنيش في استوديو وتسك عليا الباب وتقول لي واحد اثنين ثلاثة ابتدي. ده مش مصطفى اسماعيل. والدي الله يرحمه اسمه بالكامل الشيخ مصطفى محمد المرسي ابراهيم اسماعيل. حفظت القرآن في الكتاب عند سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العميم رحمة الله عليه، وانتسبت في معهد طنطا اللي تابع للأزهر لتلقى العلم. ومن هناك المشايخ لما سمعوني، أساتذتي في المعهد لما سمعوني قالوا لي يا ابني روح اقرأ قرآن، انت صوتك جميل وعلم. هو يا ابني هو القرآن هو العلم. يوم 23 فبراير سنة 45 كان المورد النبوي الشريف، وربط التضامن القراء كانت عاملة احتفال هناك. ومن حب الشيخ محمد الصيفي اللي هو كان مقرئ مشهور ايامها، كان مقرئ اذاعي هو برضه،
فخد الشيخ مصطفى عشان يقرأ. فالراجل المذيع قال له مين ده؟ قال له ده الشيخ مصطفى اسماعيل. قال له انا ما اعرفوش. قال له انما انا اعرفه. قال له لا انا ما اقدرش اخلي اي مقرأ كده يقرا في الاذاعه. قال له ما فاضلكش الا نص دقيقه افتح الميكروفون. في الوقت ده كان بيسمعوا ناظر الخاصه الملكيه والملك فاروق. اتصلوا هنا بالمحافظ بتاع الغربيه قالوا له شوف لنا اللي كان بيقرا يوم الجمعه اللي فات ده بيقولوا عليه من الغربيه اسمه مصطفى اسماعيل. اخلقوه لنا من تحت الارض احنا عاوزينه هنا. هنا كان بقى انطلاقه على المستوى الرسمي والشعبي بالنسبة لمصر على أوسع الأبواب. امتلك القدرة على الارتجال، وعلى الارتجال هو فن التأليف الآني. اللحن بيجي في وقته من إلهامه بالكلام وبالمستمعين وبالمناسبة. كان مقتدر جدا في إلباس كل معنى للمقام المناسب له. الشيخ فرج الله الشاذلي دكتوراه في القراءات قال لي الوحيد اللي قرأ المرتل بمقامات هو الشيخ مصطفى اسماعيل. فحشى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ينتمي الشيخ مصطفى إسماعيل أو صوت الشيخ مصطفى إسماعيل لطبقة التينور، وده بنجده واضح جدا أنه في الدرجات الحادة بنلاقيه فائق. واحد من الذين امتلكوا الحنجرة والغناء من خلال الحجاب الحاجز، وهي طريقة اكتشفها زرياب منذ أكثر من 1000 عام في الأندلس، واللي هي أصبحت طريقة مغني الأوبرا فيما بعد. الشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش بتعلم المزيكا في كونسيرفاتوار أو معهد حتى في الوقت ده، يعني ده من فترة قليل جدا، يمكن 15-10 سنين كان لسه بيبدأ أن القراء بيتعلموا المزيكا. أما رأيت حبيبي في أغنية سهرته لعبد الوهاب، استعان فيه عبد الوهاب في العودة من السيكال البلدي إلى المقام الرئيسي إلى النهاوند. هذه ما كان عبد الوهاب عارف يرجع لها، فسأله قال له أنا هذا الجزء عاجبني جدا في اللحن وما عارف أرجع للمقام، فعمل الحركة بثواني. هو عنده فن في اللحن، عنده الوقف بحيث أنه كأنك بتستمع، يعني مع المعذرة أو الاستغفار، أنك كان بتستمع للآية لأول مرة. في منطقة الجوابات اللي هي المنطقة العالية في التلاوة وفي التجويد، انه الراجل بياخد راحته، يعني الراجل بيبقى منطلق في انتقالاته المقامية والأدائية بصفة يعني بلا منازع زي ما بيقولوا. صيحات الجمهور اللي جالس يسمع كأنها يعني كأنك تسمع أم كلثوم، كل قفلة الجمهور يصرخ إلى درجة أنت يقشعر بدنك. بيقول يا ابني أنا لما كنت أقول من مقام البياتي وعمل بإيديه كده، عمل بإيديه كده، قال لي لحد ما نفوخي، ده كان تعبيره، لحد ما نفوخي يتملي كده من البياتي أنا ما أعرفش أقول. نص ساعة تسخين، وبعد ذلك عندما يتثبت المقام ودرجاته
يدخل في الارتجال وفي الإبداع ويصبح جسر، جسر روحاني، كأنه هو بيخش دنيا تانية لدرجة أنه مش بيذاكر اللي هو عملته. مثلا حد من المستمعين بيقول والله ده صباح حلو قوي عايزين نسمعه تاني، بس في القرار. وهو قال لي، يعني أنا قلت لنفسي أنا عملت إيه أصلا، أنا مش فاكر، أنا ده مش من عندي. تشعر فيما يختاره الشيخ مصطفى إسماعيل من آيات القرآن الكريم ويرتلها، تدخل الطمأنينة إلى قلبك وتسعدك وتحرك وجدانك. يعني مثلا لا أمل من استماع سورة مريم بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أول وسام ياخده واحد مقرئ كان هو الشيخ مصطفى إسماعيل، خده سنة 65 من جمال عبد الناصر. كان في حاجة اسمها عيد العلم، عيد العلم ده اختار هو 5 في مصر: طه حسين، فكري أباظة، أم كلثوم، عبد الوهاب، مصطفى إسماعيل. أنا كنت أتمنى إن معاهدنا الموسيقية وله تسجيلات كثيرة إنها تقوم بتدريس هذه التسجيلات لكي يطلع المصريون على الهبة التي أعطاها الله لأحد أبناء مصر الشيخ مصطفى إسماعيل. هو توفى يوم 26/12 سنة 1978، ده يوم دفنته يعني. بس الحسن الحظ إن أنور السادات وافق على إننا نبني المقبرة بتاعته في بيته. إذا كان محمد علي الكبير باني نهضة مصر ومصر الحديثة، فالشيخ مصطفى إسماعيل هو الذي يعني بنى الهرم الجديد وشق طريقا جديدا في ترتيل القرآن. أعتقد أن كثيرين يحاولون اللحاق به. من بقعة طاهرة مقدسة، أيها الإخوة، الوافدون إلى هذا المسجد الأقصى جلسوا الآن في صفوف متراصة وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.